بسم الله الرحمن الرحيم. الاعتصام الأسبوعي المتواصل أمام سفارة جيش الاحتلال السعودي الذي دخل البحرين أكثر من سنتين وثلاثة أشهر. هذا الاحتلال عندما دخل البحرين ارتكب العديد من الجرائم والانتهاكات الشنيعة، بغية أن ينهار الشعب البحريني ويتراجع عن مطالبه وأن يناصر النظام الخليفي الفاقد للشرعية. كل هذه الأمور باءت بالفشل. بقى الشعب البحريني يواصل إصراره ونضاله في الساحات وفي الميادين ويطالب بحقوقه ويطالب بطرد جيش الاحتلال السعودي. نحن هنا في الخارج وبموازاة هذا النضال خرجنا وبشكل مستمر ومتواصل بشكل أسبوعي نأتي هنا إلى سفارة الاحتلال السعودي ونرفع رايات الوطن، رايات الشعب البحريني، ونطالب بحقوقه ونندد بالجرائم التي ارتكبها الجيش السعودي. وأيضا نرسل العديد من الرسائل، من أهم هذه الرسائل بأن الشعب البحريني إرادته لا تنكسر وأن استمراره في هذه الاحتجاجات سواء في الداخل أو هنا في الخارج تعني أن الشعب البحريني مستعد لتقديم الغالي والنفيس من أجل مطالبه ومن أجل حقوقه، ولن تكسره إرادات بالية مثل ما يقوم به الجيش السعودي والنظام الخليفي من عمليات قتل. وأيضا نريد أن نعبر عن الانتهاكات الشنيعة التي يقوم بها هذا النظام الخليفي من تغيير، والنظام السعودي من فرض إرادات الجيوش وإرادات الأنظمة البالية على إرادات الشعوب، وأن هذا هو الزمن بالتأكيد هو زمن انتصار إرادة الشعوب. بالتالي نرى الحركات الاحتجاج في جميع أرجاء الوطن البحريني وأيضا في جميع أرجاء الوطن العربي حتى تتحقق المطالب إن شاء الله.